يا صباح الفل والجمال على احلى جمهور في الدنيا. صحيت النهارده على مكالمه مؤمن اخويا بيقول ان هو نسي المفتاح بتاعه جوه الشقه علشان الكلب بتاعه كان مزنوق في وحده قلوط صغننه. يا عيني عليك وعلى قلبك الحنين يا مؤمن. الحنان ده كله يوم ايه ينزل يجري ويسيب كل حاجه في الشقه بما فيها المفتاح. وبما ان الاخ لاخون نزلت بعماصي بشبشبي بقرفي بعبلي طبعا عشان انقذ اخويا حبيبي كله في سبيل الاخويه، عايزك بقى تقعد كده وتفخد وتنزل اللايك المتين وتنجوي. كانت هتبقى ليله طين، معيش الرخص بقى ومعدي على كمين. الحمد لله ربنا ستر. لكم انت تخيلوا معايا بقى ان انا لو المفتاح اللي معايا ده مطلعش مفتاح الشقة بتاعته، هو ممكن يعمل فيه ايه؟ ربنا يستر ويطلع. بقى بيلف من قدام بس انا ما بلفش من قدام، احنا بناخد الحاجة عكس من هنا تك تك كده يا باشا، او نوفر وقت يا باشا. اهو هناك اهو. هلا والله يا كميله كميله، الاكله الشخه بتاعته. اسكت يا ماجد، ده طلع كل الحته فوق دلوقتي تاني، لقيت فيه ما تلمسوش قوي ها عشان هتضطر تغسل ايدك. بس والله شكله حلو قوي، شكله حلو وغلبان. امسكه شويه. هات مارشميلو. مارشميلو خلاص. اديني المفاتيح. فين؟ انا خايف يطلع مش هو. تخيل تخيل لو مش، لا هو، لا مش هو، لا يا عم هو. ايوه هو ده. الحمد لله هو. تلوش من البنطلون عشان تاكل شخ. لا والله. طب عايز يجي وراك؟ خليه يا عم يجي ورايا. ليه تهبل؟ خليك قاعد ست بقى، ست شويه كده ممكن تلاقيه بيشخ. هو ايه مش فاهم ان هو بيشخ؟ لو عامل ولا حاجه ما بيبقى يعني يا رامي. ماشي. ايه كوميدو انت؟ ايه ده؟ عشان لسه شايله بتاعه ده منديل. ماشي. بس هو قذر قوي فعلا. عارفين ايه اللي انقذ الموقف؟ هو ناسي تليفون وناسي حاجته وناسي كل حاجه، الابل واتش. كان ناسي حتى التليفون بتاعه جوه الشقه، راح مكلمني بالابل واتش. صحيت طبعا بالمنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. والحمد لله الموقف انقذ. ايه انت شخيتي على نفسك؟ ايه دي تاكل الشغه بتاعتك؟ يوتي عليها قمر. بقى يا اخويا انا معيش اي اكل ومعيش اي حاجه ومش عارف اصلا اليوم هيمشي ازاي، لان اكيد مش هروح دلوقتي. فهنشوف بقى هناكل ايه ولا هنظبط ايه مع بعض. يعني احيانا بيجي عليك ظروف زي الظرف اللي انا وقعت فيه ده، ما بيبقاش عندك وقت ان انت تعمل اكل وتحطه في الشنط و الى اخره. حتى لو الاكل ده مش هياخد منك وقت، انت بتصحى على تليفون بتاخد نفسك وبتنزل تجري. فهنظبطها بقى، نشوف هنظبطها ازاي. كل اللي انا اعرفه في الكلاب وهم صغننين اللي هم بياكلوا اي حاجه، بس ان هم ياكلوا الخرا بتاعهم دي الصراحه غريبه. ليه يا تي اكلتي الخرا بتاعك؟ ها ليه يا كميله؟ الخرا طعمه حلو كده. تفكها وتهرب كله عشان موتوسيكل. تعال تعال ما تخافش، خد خد ما تخافش. خايف من ايه؟ ها؟ ما تقريبا لبستها لها غلط، المفروض تتلبس فوق تقريبا. من خادم مفاتيح مطعن هنا بقاله ساعة مش عارف بيعمل ايه، كل ده كل ده بيشيل الخرا بتاعه من فوق. اوه تاني شخ يعني. الاتنين اسوأ من بعض. الشت بتاعه ترى الله يا خسارة ان انت تمشي يا لولو، دي شكله خالص وزغنتوتة وقمر. بص لبست له اللي شايل ليش ده المفروض يبقى هنا، بس هو فين؟ اي حاجة والسلام بقى. الفكرة في الحياة ان انت مش هتعرف انت بتحب ايه ولا ما بتحبش ايه الا لما تجربها. يعني انا مؤمن كان فاكر ان هو الكلاب دي عش وحلوة وجميلة وزي الفل، جابها يوم واحد ما قدرش يكمل.
حاجات كتيرة جدا بقى، القرف، الريالة بتاعته، لا في قراض، كأنه بيبي صغير، فاهم؟ فانت مش تعرف ان انت هتقدر تتحمل مسؤولية الحاجة دي اللي انت بتحبها ولا لا الا لما تجيبها او لما تجربها على الاقل. خبط على كل البيبان او على اكتر عدد بيبان ممكن علشان تبقى عارف انت هتحب ايه ومش هتحب ايه، لانك لو فضلت قاعد في الكومفورت زون بتاعتك ما بتعملش اي حاجة وبيتهيألك ان انت بتحب كل حاجة يبقى انت بتضحك على نفسك. لا لا لا، تربية الكلاب يا جدعان صعبة صعبة، اقسم بالله بجد. يعني انا عايز اقول لكم ما بقاليش معايا بالظبط كام ربع ساعة وحاسس ان انا بجد مش قادر خلاص، معاك عيل حفروك عمالك يجري منك ويخرب بيت امك وعمالك يفك من الليش كمان، حاجة بجد صعبة جدا. والله العظيم انت تعبتني نفسيا، والله 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 تعبان ده يا عم. تتنيل ايه ما بقى، استغفر الله العظيم يا رب. انت مالك ها؟ ها؟ ربيت فرهدة امك يا اخي، مالها القطط ها؟ بجره جر بجره يا ابني، امشي يا حبيبي، امشي امشي يلا امشي. بص حتى في المشي متعب متعب، بيجي الناحية التانية يخرب بيتك. معركة كده بقى عشان شافوا دول. انا بقول نرجع تاني صح؟ يلا يلا نرجع تاني احسن. يلا يا عم يلا، احنا مالناش في السكة دي. يلا يلا، لو جم عليك اصلا هيفشخوك. بتجري دلوقتي ها؟ بتجري دلوقتي، ما انت كنتش عايز تمشي من شوية. مال انت خواف. يلا يا زفر يلا يلا يلا. هروح يا عم، انا مش قادر بصراحه، حوار الكلاب ده صعب فشخ، انا طاقتي كلها استنفذت، مش قادر. لا 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 بجد حاجه صعبه صعبه. يعني انا عارف ان تربيه الكلاب صعبه بس مش كده والله بجد، مش كده يعني. قراد وفرهده وكان معاك بيبي صغير، فلا يا عم، انا لو هجيب قطه غير كده ما... الموضوع صعب بصراحه. ده الواحد اصلا شايل نفسه بالعافيه. هيشيل مسؤوليه كلب؟ لا بصراحه، لو حد بيفكر يجيب كلاب يا جدعان فكر 1000 مره. الموضوع مسؤوليه بطريقه مش ممكن. انا مش عارف انتوا شفتوا او تعرفوا كريم السيد ولا لا، اللي هو عايش بره، اللي هو الفلوجر ده، جابه تقريبا 10 ايام وما قدرش يكمل، قال لهم لا شكرا كده بس، فاروح بقى افطر عشان انا بجد مش شايف قدامي. وصلنا البيت، تعالوا بقى نفطر الاوريو براوني دو. الوصفه بتاعت الاوريو براوني دو انا كنت عامل كيت كات، هتطلع لك على الشاشه، لو عايز تشوف الوصفه دوس على اللينك. عظمه اقسم بالله. بعد كده بقى هروح اعمل شويه استريتشات كده، اكمني جسمي مش فليكسبل، ما عندوش اي مرونه بالمره، فالاستريتشات ديت هتساعد معاكم جامد جدا يا جماعه في المدى الحركي بقى بتاع السكوات، الجلوتس، الهامسترينج، فما تفكسوش للاستريتشات. الوضعيه دي تبان مريبه شويه بس صدقوني تعمل ستريتش جامد جدا، جلوتس، هامسترينجز، كوادز، فليكسابيليتي بتاعت العمود الفقري، جناب، كل حاجه. من اقوى الاستريتشات للكوادريسبس الاستريتش ده، انك بتحط رجلك بتبقى موازيه للحيطه وبعدين بترجع بظهرك لورا يمين وشمال. طبعا هتحس ان الكوادز عندك نار حرفيا. طبعا انت ممكن تعملها على الارض بس لو انت مش فليكسبل زي، ممكن تبتدي بالحيطه. التمرينة دي بقى تمرينة فظيعة، ان هي تزود الحركة المدارية عندك في السكواتس، انك تنزل لتحت اكتر. ممكن تبتدي بانك تسند على حاجة زي مكتب وبعد كده تاخدها للنكس ليفل، ان انت تجيب دمبل وتعمل الاسترتش ده، تنزل تحاول تزق نفسك تحت كده شوية وبعد كده تطلع لفوق، تزق تحت شوية وتطلع لفوق، وهنا نفس الكلام وانت نازل لتحت بكعانك بتحاول تزق ركبتينك لبرة علشان برضو تحاول تعمل استرتش كويس. التمرينات ديت فعلا سهله للناس عندها فليكسابيليتي او عندها مرونه، بس الناس اللي ما عندهاش فليكسابيليتي زي حالاتي كده الموضوع بالنسبه لهم بيبقى مرهق وبتعرق بعدها كانك متمرن تمرينه محترمه. حاولوا تخلوا اليوم الريست بتاعكم يا جماعه برده فيه ايه استرتشات كده، ما تنتخش فيه يعني وتنام في السرير وما تعملش اي حاجه خالص. ده برده استرتش كويس جدا للجلوتس والهامسترينجز، انك بتجيب رجلك على الجنب كده يمين وشمال. ونروح ناكل بقى عشان انا جوعت بصراحه قوي.
طيب زي ما شفتوا كده ما كانش في وقت ان انا احضر اي حاجه خالص، كان عندي رز مسلوق يا دوبك سخنته حوالي 250 جرام، اشتريت لي علبه تونه وانا راجع في الطريق وصفيتها. طبعا علبه التونه دي تقريبا كانت بزيت فصفيتها في المصفى ونزلت عليها شويه ميه بينك مالاين سولت. طبعا كنت اتكلمت على الفوائد بتاعته ان في املاح معدنيه وفي صوديوم اقل، نزل كله على بعضه وجنبها حوالي 100 جرام جبن قريش تقريبا. ولو عارفني كويس هتعرف ان انا بحب المستوى ده لان هي ما فيهاش سعرات خالص. طماطميه ونزلها على الوش بقى وقطع يا باشا وانجوي. هي اكله مش انجويبل قوي ولكن يعني حاجه كده في السريع. وقعدت اتفرج على توم اند جيري وكده، لقيت مؤمن اخويا بيكلمني بيقول لي عايزين نتصرف في الكلب فنزلت له. سبحان الله النهارده اول مره اشوف الكلب ولسه متخلصين من الكلب حالا. الحمد لله في ناس جت خدته مش عارف هتشوفهم ولا لا. الحمد لله. انا قلت يا عم والله العظيم قلت لك تربيه الكلاب دي مش لاقي حد. لا 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 انا مشكلتي في ان هو ما كانش نظيف كمان وانا اصلا عندي جيب انفيه، هي دي المشكله. الحمد لله صاحب النصيب جه خد الكلب وهيخلي باله منه، دي اهم حاجه. سلمت على مؤمن بقى وقلت ايه نفسي ادلع نفسي في فرنش توست. عملت الوصفه بقى يا باشا زي ما انت شايف كده، بيض وشويه لبن والسكر الدايت وانزل بالفانيليا واديها تقليب. طبعا الوصفه كامله انا كنت عاملها قبل كده بالتفصيل في فيديو هيطلع لكم على الشاشه، لو عايز تشوفه بالتفصيل روح شوفه، لو مش عايز اشطمش نفسك في الفيديو ده وخلاص. صوص الشوكولاته بقى يا معلم، وبعد ما تطلعه شيف ميجو اقسم بالله انا جوعت يا جدعان. اصل انا الفيديو ده الصراحه عامله من كام يوم كده بس كان نفسي اكل فرنش توست النهارده. بس يلا نزلت بقى الصوص يا معلم واتفرج يا باشا. خلصت الوجبه دي، كان ناقص لي الوجبه الاخرانيه عملتها في ظهرها تقريبا بعدها بساعه. عملت صوص الشوكولاته، طبعا انتوا شايفين يعني عملت ايه في الطبق. بروتين باودر، كاكاو، سكر دايت. عملت صوص الشوكولاته التاني وتشوكو رايز 20 جرام. انزل بالاتنين على بعض يا باشا وانجوي. بون ابيتيتو. ودي يا شباب هتبقى اخر سناك قبل ما ننام. الساعة دلوقتي 12، طبعا الساعة دي فصلت خلاص قلت اشحنها فاكل الكمدان ده وانام. قبل ما اقفل الفلوج ده عايز اتكلم معاكم في عجالة سريعة مش هتتكمل ان شاء الله دقيقة، عن زكريا بطرس واللي قاله زكريا بطرس. بصوا يا جماعة، هو زكريا بطرس ده اصلا اتفصل من المهنة بتاعته، يعني هو اصلا ملوش اي دور دلوقتي ولا يقدر يصلي بالناس في الكنيسة ولا اي حاجة من الكلام ده. فالكلام بتاعه ده بس طالع من حرقة، والفكرة ان هو ما كانش بيقول كده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم ولا اتنين. بيتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاله سنين، بس هو اليومين دول بس اللي جام بتاعه فلت شويتين. عايز اقولك عن بطرس ان الرسول صلى الله عليه وسلم اللي انت بتسب فيه ده هو اللي امرنا ان احنا ما نردش الاساءة بتاعتك انت باساءة زيها، نردها بالاحسان. وهو اللي قال برضو صلى الله عليه وسلم استوصوا بالقبط خيرا فان لهم ذمة ورحمة. هو برضو صلى الله عليه وسلم اللي كان بيستحمل الزبالة والقرف بتاع جاره اليهودي. دم في يوم جاره اليهودي ده تعب، فراح الرسول صلى الله عليه وسلم عاده، فالرجل قال له دينك بيأمرك بذلك؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإحنا ديننا مش بيأمرنا إن إحنا نرد على الإساءة بتاعتك بإساءة زيها، بل بالعكس. وعايز أقول لك برضو عن بطرس إن ولا أنت ولا عشرة زيك ولا مليون حتى زيك هيقدروا يعملوا فتنة طائفية في البلد دي. كلنا عارفين كويس جدا إن المسيحيين إخواتنا لحد آخر يوم في عمرنا. لو الفتنة الطائفية دي مش علينا. كان الفلوج بتاع النهاردة، يا رب الفلوج بتاع النهاردة يكون عجبكم يا جماعة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه. اللي عايز يشتري ملابس رياضية في كود الخصم ماكتن، اللي عايز يتابع معايا اونلاين يبعت لي رسالة على الانستجرام او ممكن اسيب لكم رقم الواتساب في اول كومنت. اشوفكم الفيديو ده كده ان شاء الله. Peace.